السلام عليكم احبابي، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نقدم لكم واحد جوج مقبلات كنقدروا نقدمهم مع الحوت، مع المشاوي، مع اي حاجه، خفافين وبالسرعة دغيا دغيا كيوجدوا، وما فيهمش بزاف ديال هذا ديال الخدمه ولا التكاليف، يعني اشياء بسيطه كنقدروا نديروا هذه المقبلات. وكنتمنى لكم فرجه ممتعه، وشكرا لكم بزاف على التفاعل ديالكم معايا وإلى تحضير هذه الأطباق، وشكرا لكم بزاف، فرجة ممتعة. المقبلة ديالتنا رقم واحد هي كالتالي. عندنا واحد القياس ديال الملوخيه 300 غرام هكذاك، كنختاروا غير الحبات الصغار باش كيكونوا زوينين وما يكونش فيهم الزريعه. عندنا بصله كبيره، عندنا مطيشه كبيره، 4 ديال الفصوص ديال الثومه، القزبر ومعدنوس والزيت البلديه. التوابل عندنا تحميره حلوه، عندنا الكمون، الكركم، عندنا البزار، واحد شويه ديال القزبر يابس والملحه، واحد شويه ديال السودانيه، شويه يعني السودانيه هنايا حاره بزاف، كندير غير واحد النسيمه باش كتبنن. غنقطع دابا البصله مع مطيشه ونطلقها بيكم. غنشدو الملوخيه ديالنا القبايه الاولى، كما قلت لكم غادي نقطع البصله ومطيشه نقطعهم رقاق بزاف باش يذوبوا ما يبقاوش باينين. الثومه حكيتها قطعت الربيع، نديرو مع العناصر كامله. التوابل حتى هي كلها غنديروها في دقه واحده. نديرو حتى الزيت، واحد نص كاس ديال الزيت هكذاك، ولا ما كاملش حيت عندي الكميه انا ما كثيراش. المهم تتبقى المساله ديال الزيت عيني ميساني زيت البلديه. غنخلطوا هاد العناصر كامله. كنعرفوا مطيشه كتطلق الماء، البصله كتطلق الماء، ما غادي نديروا لها ما حتى شي حاجه. غادي نخلطوا هكذا باش العطريه تدخل في الخضره مزيان. بحال هاد الطريقه هادي صافي. غادي نسدو عليها، ما درنا لا ما حتى شي حاجه، وغادي نديروها فوق العافيه. اين فوا طلع فيها الغليه غادي نقصوا عليها غير الدميعه ديال البوطه باش تجي شاربه ديك اللقامه ديالتها، وداك التوابل كلها كتدخل بعضياتها وكتجي بنينه بلا ما نزيدو فيها الماء، حيت كديروا فيها الماء كتبسال. المقبلة الثانية عبارة عن دنجال محمض، كنختارو الدنجالات اللي تيكونو صغار باش كيجيو زوين، كيجيو بنان. كان كبير تيتقطعو، لأن هدا كنفضلو أنا كيجي بواحد الطريقة زوينة. غادي نقيو على هاد الشكل هذا. في الشوك أنا غسلتهم مزيان، ولكن في واحد الشويكات كما كنشوفوهم كنحيدوهم كاملين، لأننا عندنا الغرض بهذا الراس يبقى. واحد هنايا كنجيو لهنا تنديرو بحال هكا، ما كنوصلوش للدنجاله، كنحاولو كنحيدو غير داك الخضر بحال هكا، تنقيو بحال هكا. راه الدنجال جديد تبارك الله، راه زوين. كنحاولو كنخليو واحد شويه كننقزو، كتبقى واحد طريف بيض وواحد طريف فيه القشره. انا غاسله طبعا مزيان، ما كنغسلش انا الخضره مور ما كنقيها، دائما كنغسلها ملي كتجي كنغسلها مزيان صافي كتنقى
حتى ما نضيعوا على الفوائد ديالها. تنقسموها هكا على اربعه، ما كنوصلوش حتى لهنا، كنخليوها كما كتشوف. علاش قلت لكم هذا الصغير ما تسكنش فيه الزريعه تيكون زوين. صافي، وكنديروا في الكسكاس ثاني، كنتبعوا نفس الطريقه البنجالات كاملين. على فكره هذا تيبقى حتى 15 يوم 20 يوم في الثلاجه تيبقى زوين. انا ما درتش كونتيتي، كندير اكثر من هكذا، كندير بزاف وكنخليه، كنبغيو تلقاوه موجود. هادو غير هاد الجناب اللي هما رقاق، لان هذا الراس راه فيه واحد المذاق زوين، كاين بزاف تيلوحوه الناس، ولينا راه كيخضروا به كيجي زوين. تيكون عامر وزوين، تيكون بنين. هو البنجان بعد ما كملتو في النقا كامل، صفتو هكا في الكسكاس، غادي نديرو يتبخر حتى كيطيب. كنتكوه بالموس كنلقاو طاب، غادي نرجع معكم باش ندير ليه عشر مولا ديالو، راه كيجي لذيذ داكشي رفيع. ملي طاب البنجان ديالنا كيما شفتو، راني تكيتو بالموس لقيتو طاب، غادي ندوزو نصاوبو البينيكغ ديالنا. عبارة عن نص كاس ديال زيت المائدة ونفس القياس ديالو ديال الخل. انا فضلت كندير هذا الخل هذا الاحمر، شويه الحده ديالو خفيفه حيت البيض شويه مجهد. الا درتو البيض غديروا نص ديال المقادير ديال الزيت. عندنا الكمون، التحميره الحلوه، الملح فقط. كنشدو نديرو هاد العناصر كامله، نديرو الخل، نديرو الزيت، ندير القياس ديال الملح. كنت درت واحد شويه الملح عليه هو تيفور، غندير القياس اللي قدو دابا، كتبقى على حسب الرغبه، اللي بغى يديرو ناقص، اللي بغى يديرو زيت، كل واحد والذوق ديالو. ثاني واحد نص معلقه ديال الكمون، وقدها ديال التحميره. سهل سهل ماهي بزاف. كنبقاو نخلطو هاد الشيء مزيان مزيان حتى كنحسو بيه بدا تيفتح. كتعرفو الزيت والخل كيعطيو واحد التكستير شويه خاتم. حتى كيندمجو العناصر كلهم مزيان، مكيبقاش باين الزيت مفرز على الخل. هادشي كيختار غادي نجيبو داك الجا ديالنا طون بحال هكا. ماشي مشكل واخا سخون، ما عنديش مشكل، ما كان سخون بالعكس كيزيد يشربوا هذاك لاصوص مزيان. كيتقدم بحال هكا في الطباسل، نزيد فوق منه شويه ديال لاصوص. كنكملو دوك الدنجالات اللي بقاو عندنا كاملين فديك الفينيغريت، وكنديرو هكا في القريعات. كيما قلت لكم راه تيبقى مدة ديال 10 ايام 15 يوم كثر، غير تنسدو عليه بالاحكام باش الهواء تيبقى مدة طويلة. كتبقى بحال سلطة باردة. نزيدو شي ديال لاصوص، كنسدو عليه وكنخليه في الثلاجة. الملوخيه ديالنا بعد ما نشفات قلت لكم مرزت فيها لا ما لا حتى حاجه، كتنشف بحال هكا مزيان وكتقلى. صافي هو المطلوب. البصله كلها مع مطيشه كلها دابت. هانتوما كما كتشوفوا المقبلات ديالنا كيف كيجيو. دابا الوقيته ديال الملوخيه، اللي مكيبغيش ياكلها في الطاجين هكا كتجي زوينه. وهاد التدبيره ديال الدنجال، كنعرفوا الدنجال عنده بزاف ديال الطرق، هذه واحد الطريقه اللي كتكون زوينه كتجي بارده
في الثلاجة سهلة مهلة كنجيب دعاء ونتناولوها. كنتمنى الفيديو يعجبكم وتكونوا تبعتوا معايا مراحل واحدة خطوة بخطوة، وإلى فيديو آخر إن شاء الله، وشكرا لكم بزاف.